الزمالك، ولكن من هو المنافس الأقرب للنادي الأهلي في دوري ابطال افريقيا؟ يعني كنا كلنا قاعدين متابعين يوم السبت كده الساعه 3 6 9 قاعدين الماتشات كلها عشان نعرف مين المنافس المحتمل للنادي الاهلي في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. الحمد لله الاهلي في الصداره، يعني ممكن نشوف الانديه اللي تاهلت لدور الربع النهائي، وفيها ملحوظه كريم برضو ممكن ايه راجل بيحب الحاجات دي، من زمن ما شفناش ان سيطره، يعني غياب تقريبا كنا كل مره نلاقي على الاقل نص الفرق من شمال افريقيا او فرق عربيه. دلوقتي ما بص كابتن اسامه، الاهلي والترجي، يعني تنزانيا ممكن من اول مره من فتره في فرقتين من تنزانيا في ربع النهائي حقيقي. فالموضوع السنه دي مختلف، الانديه بيشتغلوا بيشتغلوا صح. شفنا كل الامانه كابتن اسلام حضرتك، رئيس اليانج افريكانز كان موجود هنا في قناه الاهلي، عجبني جدا اسلوبه وطريقته. خلي بالك هو رئيس رابطه الانديه الافريقيه المحترفه بالظبط. فانت النهارده بتتكلم ان الانديه دي كلها بتشتغل، هم بيعملوا ايه يا كريم؟ بيحاولوا يطبقوا الفكر السليم صح وفقا لامكانياتهم، فبتطلع نتائج. هي دي الفكره، هم بيحاولوا. وكمان اغلبهم هتلاقيه بيقول لك ايه، عايزين نبقى زي النادي الاهلي. وعندهم ميزه بقى، ما فيش ولا واحد فيهم بيقول راي رسمي. ده قرار ولا ده راي؟ ما عندهمش. يعني الراجل قاعد معاك ده بيقول لك مثلا، لو هو رايه هيقول لك ده رايي، لو حاجه قرار او حاجه رسمي هيقول لك ده قرار. فممكن نطلع ونشوف كده مع بعض الفرق بقى اللي احتلت الوصافه، والموضوع برضو جامد. يعني احنا كل مره في مازيمبي والترجي وسيمبا، دول اللي ممكن النادي الاهلي يواجه حد منهم في دور ربع النهائي. القرعه زي ما عرفنا من التقارير الصحفيه، اغلب المواقع في مصر اتكلمت ان القرعه يوم 13 مارس اللي هتحدد الطريق للنهائي. دي يا كابتن اسلام اهو، ده التصنيف، دي الانديه اللي اتاهلت، الاهلي ويانج افريكان، سان داونز ومازيمبي، بترو اتلتيكو وعامل ارقام هايله جدا في دور المجموعات، والترجي واسك. يعني بعد غياب طويل اسك بيرجع تاني بيتصدر ترتيب مجموعته بيظهر في الصوره، وسيمبا التنزاني. ده الثمان فرق اللي بيشكلوا ربع نهائي او نهائيات بقى دوري ابطال افريقيا. نخش في المنافس المحتمل للنادي الاهلي، هو هيبقى احد انديه مازيمبي، الترجي وسيمبا. طبعا مباراه الذهاب هتبقى خارج ملعبنا، فطبعا وقتها بنتكلم زي حضرتك قلت كده رمضان، فانت عندك مثلا مازيمبي بيلعب دايما العصر في رمضان، سيمبا هم بيلعبوا الساعه 6 بس اعتقد هم لاعبين الساعه 3. الوحيد اللي ما هيبقاش هيبقى عندنا فيه مشاكل في مواعيد الترجي. في نقطه يا كابتن اسلام، كان احد الجماهير الاهلي كان بيتكلم فيها نقطه فارد جدا، ان برضه لعيبه سيمبا في جزء منهم بيصوم، يعني في عدد مش قليل في لعيبه سيمبا هيصوموا. فالسؤال هنا، هل النادي فعلا ساعتها هياخد القرار انه يلعب ساعه الصيام لعيبته؟ لا، ممكن ياخد راي قرار. لا لا هم ما ياخدوش، لا 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 والله تظلمهمش، حرام عليك. الناس دي بتاخد قرارات. ايوه الناس دي واضحه. انت متخيل الدوري التنزاني هيطلع فيه جبهتين، واحد يقول لك الماتش هيتلعب، وفي نفس وحد مسؤول تاني يقول لك الماتش اتلغى. انت متخيل هتشوف الكلام ده؟ والله انا اسف والله، بس ده واقع عندنا، ده واقع بيعكس. انت جبته الواقع، ما انت جبته الواقع دي حاجات بتعكس، وبنشوف النهارده اهو زي ما ايمن قال، تنزانيا اعتقد ان الانتخابات بدات بدري في اتحاد، يعني بعدين بقى هنتكلم في الامور دي، لان الامور دي عايزين نعمل الحلقه دي والله. هنعملها، لان الامور دي فيها كتير جدا جدا. هناك من يرشح نفسه، او هناك من يضع نفسه رئيسا للاتحاد، من يعني في كلام كتير جدا نقدر نتكلم فيه. نرجع مره ثانيه فتنزانيا ليها فرقتين. انا بشوف مثلا وجهه نظري الشخصيه، انا بشوف ان احنا احساسي هنلاعب مازيمبي. انا مع ان مازيمبي يعني مثلا، يعني هو الكابتن عادل تعبه كان معايا امبارح قال لي مازيمبي انا الاقل فنيا، ولكنه ماتش هناك مشكله. الماتش بالظبط، ماتش هناك بيتكلم على الادموسفير اللي الادموسفير رعب. لا بص اسلام، معلش مفيش فريق بيروح يلعب في لومباتشي غير لما بيتعرض لامور تحكيميه واضحه جدا. طبعا خلاف طبعا المضايقات بقى والملعب، شفت بقى عامل الملعب اصلا الجمهور جنبك، يعني احنا بنتكلم في ملعب صحيح. ملعب رجلي، لو المسافه مفيش، يعني المسافه مشوار من مصر لهناك. طبعا بس يعني هناك طبعا، وعارفين طبعا كمان رئيس النادي، يعني بنتكلم على رجل اعمال عنده حقول ماس، يعني رجل يعني راجل تقيل جدا جدا في القلة السمراء. فطبعا واضح جدا ان الراجل يعني ايه اكيد كريم جدا في اليوم ده في اي حد بيحاول يعيد فريقه تاني للساعه. مازيمبي بقاله فتره مختلف في افريقيا، لكن يعني مازيمبي خارج ارضه. مين الافضل طيب من وجهه نظرك؟ الافضل لينا
انا اشوف الترجي انك هتلعب مباراه مفتوحه هتلعب مباراه مفتوحه الترجي الترجي مش هينفع يلعب معاك زون ديفنس آه. الترجي برضو اسم والترجي بس والامانه الترجي وقت مختلف شويه وبيلعبوا افضل اه جدا بصراحه احسن بكتير من نسخه الترجي الحاليه احسن من نسخه السنين اللي فاتت صحيح بس ستيل برضو يعني شفنا ماتش ده للسوداني الترجي متقدم بهدف من ضربه ركنيه في الشوط الاول الشوط الثاني وان سايد جيم للهلال اللي هو اصلا في اضعف مستوى له من السنه اللي فاتت فبرضه ما زال لسه برضه الترجي اه يعني هو بيتحسن دفاعيا لكن عنده بعض المشاكل لكن انا اقول ان الترجي مستر وحيده معاك انه مش هيعمل ماتش مقفول مش هيخنقك سواء ذهابا او إيابة. او ايابا انا شايف ان ممكن يبقى سيمبا لان احنا برضه لعبناه الفتره دي الدوري الافريقي الدوري الافريقي والاجواء احنا الفتره دي تعودنا برضه الاجواء في تنزانيا مع للامانه الملاعب بتاعتهم كويسه ولو هم بيلعبوا في التوقيتات اللي هي المناسبه اللي هي اصلا عندهم الجو فيها كويس والملعب فيه اضاءه وكل حاجه فسيمبا ممكن يبقى منافس برده جيد يعني وبتفق مع كريم في حته الترجي طبعا احنا النادي الاهلي ما بنخافش من حد وما يعني طبيعي البطل لا يخشى احد لكن احنا بنتكلم على الظروف اعتقد ان ظروف المباراه بتاعت مازيمبي ممكن ما تبقى يعني تبقى صعبه بنصعب على يعني تبقى صعبه علينا فنتمنى ان احنا نتجنبها دلوقتي لكن لو جت اهلا وسهلا يعني لكن من الناحيه الفنيه انا شايف سيمبا او الترجي انا اشوف الترجي الترجي ماتش مفتوح حتى من الناحيه اه السيمبا مليون في الميه سيمبا احنا برضو يعني مشكلتنا معاهم هناك هم ماتش الساعه 3 العصر موضوع ان احنا طبعا ما بنستحملش الرطوبه العاليه اللي انا بقى كان مره كنت بلعب في الاسماعيلي والترجي كان المباراه بالليل عملها الظهر عملها الساعه 3 مش طبعا ماتش والاسماعيلي كسب 3-1 اه ماتش بس ده في رمضان في تونس صح في رمضان كان في رمضان كان في رمضان برضه اه انا بقول لك هو الغريب ان هم كان في رمضان هم اعتقد هم حاولوا برضه يلعبوا الحته دي حاولوا يلعبوا الحته كانوا فاتحين البتاع فقفلوا البتاع قال لك الباكين يعني كنت انا وسيد اللي بنلعب فقال لك الباكين فقفلوا الملعب والله بجد يعني الملعب كان باين الملعب الخط اللي حاطينه ودخل بس الاسماعيلي كسب 3-1 محمد محسن جاب محمد محسن ابو جريش طيب هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل في ونتكلم عن تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع نادي الزمالك